نمشي وراها، وساعات بتبقى بالنسبة لناس معينة مقنعة أكتر من الحقيقة، اللي انت لو حاولت تقولها أو تفسرها بيضحكوا عليك. احنا بقى هندور معاك على الإشاعات دي وعلى مصادرها، ويا تقنعني يقنعك. الاشاعات دي بقى محتاجه شغل. ابو النشائد، اوبا بحيري، ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا بحيري؟ عامل ايه؟ خش اقعد. خش. ازيك يا بحيري؟ ده ايه المفاجاه الحلوه دي حبيبي يا صاحبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عامل انت ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ انت خطبت ولا لسه؟ اه خطبت اهو، بس الحمد لله يعني حاجه محترم. طب اوعى تكون زي اللي فاتت بتغير والجو ده. لا 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 لا، ده العلاقه بينا اخوه خالص، ما بشوفهاش تقريبا. يعني هي الصبح كده تصحى تقول لي صباح الخير يا حبيبي، لا صباح الخير يا حبيبتي، نتقابل بقى بالليل الساعه 12 بتعمل ايه؟ لا نايم عادي، مفيش حاجه خالص، العلاقه كده زي الفل. زي الفل. بس اوعى حد ابن حرام ولا حاجه يحكي لها حاجه عن حاجات زمان بتاعت الكليه. لا لا، ما تعرفش حاجه، دي في ميه البطيخ. بص، هو انا مش في اهتماماتها اساسا. والله اخبارك يا بحب؟ الحمد لله كله بخير. ايه المفاجاه الحلوه دي وايه اللي رماك علينا يعني؟ لا انا جاي امثل هنا معاكم. ايه يا باشا؟ جاي امثل. تمثل فين؟ هنا معاكم في البرنامج ده. والله بحري انت صديق قديم، انت من ايام الجامعه وحبيبي يعني. بس يعني ما اصل ما فيش اماكن، تعرف بقى في مخرج والقناه يعني، ما فيش كرو كامل. والله يا بحري بس تعوض يا حبيبي، تعوض. ولا يهمك ولا يهمك حبيبي ولا يهمك. شربت حاجه طيب ولا؟ ربنا يعزك، ربنا يعزك حبيبي. حبيبي يا بحري، فاكر ايام زمان يا نشأت؟ دي احلى ايام. الراجل ودي تتنسي؟ راجل راجل. فاكر منى بتاعت ادب؟ فاكرها طبعا. البيضة دي اللي كانت بتلف الطرحه. ايوه يا بحيري، لما كنت بتروحوا كافيتيريا يا حبيبي. فاكرها؟ خلاص يا بحيري خلاص، ما كنا بنروح كافيتيريا. منور يا حبيبي والله. بص احنا عندنا ادوار وان شاء الله تبقى موجود معانا فيها. بحيث ده انت تنور يا بحيري والله. انا التيب بتاعك اصله كان ناقص. انا قلت كده. والله العظيم يعني الكاركتر ده ما كانش موجود في الكروت. نورتني ليك معانا دور ان شاء الله يا بحيري. حبيبي حبيبي اسلم لي. وهالف. ايه يا باشا؟ ألف. ايه يا باشا؟ هو انا جاي عند حد كده؟ إيه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ ده برنامج صاحبي يا عم. ايوه يا بحيري، بس اصل احنا عندنا معدين ومش ناقصين حد يعني، الحمد لله الكرو كامل وكده. معلش يا بحيري خليك في التمثيل، اصل انت في التمثيل شاطر، انما التاليف ده مش ملعبك. مش عارف لما شفتك يا نشأت افتكرت كل ايام زمان. كانت ايام جميله والله يا بحيري، ربنا ما يرجعها يا رب. حبيبي فاكر نوع بتاعت حقوق؟ فاكرها. السمره دي. ايوه السمره، كان في وقت كان ذوقي اسمر. بتعمل شعرها على جنب. لما كنت بتروح كافيتيريا. خلاص يا بحيري خلاص يا بحيري خلاص. يعني في عندنا فقرات ينفع تألف فيها، لان في مؤلف اعتذر ومشي، فتبقى موجود معانا في التأليف يا بحيري. حبيبي يا صاحبي، ده العاشق برضه. حبيبي حبيبي حبيبي، شرفت يا بحيري. نشأت اوعى اكون فارض نفسي عليه. لا خالص خالص، هزعل. لا لا خالص والله حبيبي. شرفت وانست، شرفت وانست. فاكر يا نشأت؟ يا عم امشي بقى. خلاص بقى احنا قاعدين يا عم امشي. سلام. مع السلامه يا نشأت. حبيبي حبيبي يا ابو صحاب. الصحاب القدام دول اصلهم دايما بيبقوا ألذ حاجه في حياه البني ادم. والله. يعني الاشاعات. بصوا بقى يا جماعه، الرجاله اللي عماله تبعت لي عشان زوجاتهم بتنكد عليهم وعايزين حل المشكله، احنا فعلا جرينا ورا الموضوع عشان ندور على حل المشكله. النهارده هقول لكم ان حل المشكله دي ان مفيش ليها اي حل، لان الست عمرها ما هتبطل تنكد، لان النكد عندهم رغبه تفوق رغبه التصوف. يعني مثلا مراتك هتقول لك عايز اروح عند ماما، هتقول لها روح يا حبيبتي. هتقول لك انت ما بتصدق تخلص مني عشان تقعد رايق لوحدك وتكلم اصحابك. انا فاهماها. ساعتها هتبقى ما بتحبهاش ومش طايقها. تقوم سيادتك بقى تطلع ناصح المره اللي بعديها، فلما تيجي تقول لك عايز اروح لماما فتقول لها لا مش موافق، انت تقعدي معايا. وقتها هتقول لك على طول انت مش عايزني اشوف اهلي؟ انت بتشوفش اهلك؟ ربنا هيرضى عليك؟ ربنا ما يرضاش بالظلم. وساعتها هتطلع اناني وقلبك حجر، يعني كده كده هيتنكد عليك. وغير كده في بعض الطلبات ممكن توديك ورا الشمس والله، زي مثلا معلش حبيبتي مثلا عايز انزل على القهوه اقعد مع اصحابي شويه، دي اخر جمله هتقولها مسكين قبل ما تسمع الاوبريت ده. على الطبله معايا بقى؟ ايوه، ما هو اصحابك احسن من مراتك وعيالك، انزل انت وانبسط والعب وروق دماغك، انا هقعد مع اولادك يقرفوني. ما انا خدامه عندك. ما انا مجرد كنبه في البيت، انت عمرك ما حسيت بيا. وعاده الاوبريت ده بيكون مصحوب بدمعتين عشان جرعه النكد تكمل. واكيد بعد الكلام ده يعني نفسك هتتسد وهتكره نفسك وهتكره اصحابك وهتكره الواد حلبسه بتاع القهوه وهتدخل تنام عادي. بص يا باشا، عشان تاكل عيش في البيت لازم بعد ما تيجي من الشغل وتجيب طلبات البيت وتصلح الحاجات اللي بايظه في البيت، تقعد بقى مع المدام تسمع بكل انتباه وتشوق وهي بتحكي لك احداث اليوم، اسباب ضربها للعيال، اسباب خناقتها مع جارتها ام نهال، اسباب ضرب ابو هيبه بالنار في مسلسل جبل الحلال. واوعى تفكر وقتها انك كده في امان، لانها هتفتكر لك حاجات قديمه وتعيد فتح ملف القضيه. بصوا انا ممكن اصدق ان في عربيات بتمشي بعصير القصب، وممكن كمان اصدق اني ممكن اتفرج على مسلسل ما الاقيش فيه بيومي فؤاد، انما ان الستات تبطل نكد ده صعب جدا، الا بقى لو جت من عند ربنا.
والحياة في فقرة الإشاعات النهاردة، فإحنا فكرنا كده، طب ما تيجوا إحنا بقى مرة من نفسنا نطلع إشاعة. احنا صغيرين، احنا بقينا كبار دلوقتي متودجين في البرنامج وكومنتات ولايكات والأشياء بقت معدة معانا ما شاء الله، ما نطلع إحنا كمان إشاعات، احنا صغيرين يعني. فقلنا نحل المشكلة دي عن طريق إشاعة، يمكن ربنا يجعلنا سبب في حل مشاكل النكد اللي بتعملها الستات. السيدات والسادة، جاءنا الآن هذا النبأ العاجل. اكتشاف فيروس جديد أطلق عليه العلماء اسم نكد 19. 2016 1월 6일 10시. حيث أن هذا الفيروس ينتقل إلى الإنسان عند تعرضه للنكد، وقد يجعل الإنسان يتحول إلى زومبي. غوترا برج بارنا غالتي سمارنا غال نرنجن الكنا تشاريتر نرمديانا. وقد اتخذت الجهات المختصة بعض الإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح المواطنين. إلغاء الزواج لمدة 3 سنوات على أن يتم السماح بالخطوبة والارتباط والمشي البطال. 성공적으로 진행되었다. عرض الزوج لغرامة مالية 4000 ليري في حالة نكدها على الزوج قد تصل إلى درجة السجن في حالة الضرب. إلغاء المثل الشعبي الضحك من غير سبب قلة أدب. وفي هذا الصدد نهيب بالسادة المواطنين بالتباعد الاجتماعي عن كل وسائل النكد والضحك على الفاضية والمليان. والآن مع أغنية سكر حلوة الدنيا سكر. يا نهار اسود، ده أنا بنكد عليه ليل ونهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، إزيك يا روحي؟ روحي حبيبتي، أنا متعود لما بتدلعيلي تقوليلي روح أمك، لكن روحك أنت دي جديدة. أنت روحي وقلبي وعقلي، ده أنت الهوى اللي بتنفس بيه يا حبيبي. أنا هغير التلفزيون بعد إذنك. طبعا يا حبيبي طبعا. فيلم البؤساء، الفيلم ده جامد جدا. لا 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 لا، غير الفيلم ده، هات لنا حاجة تانية عدلة، هات لنا مسرحية ولا حاجة. ماشي. ليه بقى؟ شاهد ما شافش حاجة؟ دي جميلة، كل واحد ياخد خيارة واحدة بس، لو حد عايز تاني ينزل يشتري هو بقى. ايه مش عاجبك؟ لا هي حلوة وكل حاجة، بس الواحد حفاظها يا حبيبتي. تحب ارقص لك؟ انت بتعرفي ترقصي؟ طبعا، ده انا نجوى فؤاد في نفسي، بس انا اللي كنت مخبيها من 20 سنة. ايه ده انت اتغيرت خالص. طب احس كده يا حبيبتي، ممكن اتجرأ واطلب منك طلب؟ انت تطلب اللي انت عايزه. ممكن ننزل اقعد شويه مع اصحابي على القهوه؟ طبعا يا حبيبي، انت راجل شقيان وتعبان طول النهار، من حقك تخرج تتهوى كده شويه وتفك عن نفسك مع اصحابك، بس بشرط نتغدى الاول. ثواني هطلب الدليفري. دليفري ايه؟ ده انا طبخ لك بايديا النهارده. ايه ده؟ انت كمان بتعرفي تطبخي؟ طبعا، انا بقالي 20 سنه بعرف اطبخ، بس انا اللي كنت مخبيه عليه. ده انا الشيف حسن في نفسه، يا حركاته يا تكاته. انت كان جواكي حاجات كتيره قوي مدفونه. احنا هنتغدى مع بعض الاول، وبعدين هتنزل تروح تقعد على القهوه زي ما انت عايز. بعد كده لما تيجي انا محضره لك مفاجاه، بس لما العيال تنام الاول. لما العيال تنام؟ انت قصدك انت ليكي في الكلام ده؟ انا جوايا اصلا منحرفه، بس انا اللي كنت مخبيه عليك من 20 سنه. انا بحلم، انا سعيد، انا فرحان، انا مبسوط. بس ايه؟ في حاجه تعباني ضميري، خايف ان اكون عملت حاجات قبل كده وانت بتنكدي عليا الفتره اللي فاتت الوحشه دي قبل ما تتغير التغير الغريب ده، وما اجي اقول لك عليها ما تسامحنيش. انا مسامحك مقدما من غير اي حاجه، واي حاجه انت عملتها انا مش هعكنن عليك تاني فيها، خلاص زي ما اتفقت معاك مفيش نكد. بجد؟ بجد يا روحي. طيب فاكره منى زميلتي في الشغل اللي قلتي لي ما تكلمهاش تاني؟ اه فاكراها. منى لسه بكلمها لغايه دلوقتي. وماله يا حبيبي؟ وساعات بضحك معاها. احنا عاوزين نتكلم مع، ما انتوا في مكتب واحد. وبعد الاوقات كده بفطر معاها. ما انتوا بتشوفوا بعض كل يوم. ومتجوزه عرفي. ايه؟ مين؟ مالك؟ حبيبتي؟ Oh, my God.